اللي عملته الحكومه لزياده الملاءه الماليه فيما يتعلق تحسين احوال اصحاب المعاشات، ده السؤال الاول. الثاني، الاجراءات اللي اتخذت للحمايه الاجتماعيه لعدد حوالي 37 مليون مواطن. السؤال الثالث والاخير يتعلق بالضريبه العقاريه للشقق، شقق المواطنين. تفضل سياده الوزير. احنا خلال ال 38 شهر الماضيين الخزانة العامة للدولة حولت 542.5 مليار جنيه لنظام المعاشات، لصندوق المعاشات. متخيل انت في 38 شهر بحولنا 542.5 مليار؟ ده بنحوله عشان زيادة قدرة نظام المعاشات المصري وملاءته علشان أصحاب المعاشات، وكلنا هنبقى أصحاب معاشات يوم ما، فبالتالي النظام يبقى عنده قدرات مالية وباستمرار يعمل على تحسين أحوال أصحاب المعاشات. النهاردة الصندوق بتاع المعاشات بقت عنده استثمارات مقربة على نص تريليون، وهيزيد مع الوقت. السنة المالية الحالية احنا خزانة عامة للدولة هنحول لصندوق المعاشات من 1/7 اللي فات لغاية 30/6 الجاي 196.6 مليار. يعني الفترة اللي فاتت المعاشات زيادتها كانت 13% على إجمالي المعاش المنصرف، وبدأ تطبيقها من 1/4 الماضي. السؤال الثاني، الحماية، الحماية الاجتماعية، الضريبة العقارية. الضريبة العقارية ما حصلش أي تغيير، يعني ما زال النظام المعمول به، ما فيش أي تغيير طرأ عليه، هو ده اللي ساري. الحماية الاجتماعية ده يعني على طول هيبقى شغالين عليه باستمرار، و المنظومة اللي كان أعلنها الدكتور مصطفى وبناء على توجيهات سيد الرئيس هيبدأ العمل بيها من أول سبتمبر، يعني بعد إن شاء الله من يوم الخميس أو ما إلى ذلك، اللي هي بتضم 450,000 أو 500,000، يعني حوالي 500,000 جداد لنظام تكافل وكرامة، وأيضا المجتمع المدني داخل ب 600,000، 420,000 تحويل نقدي بنفس القيمة بتاع تكافل وكرامة، و 180,000 تحويلات عينية أو دعم عيني. أيضا ال 10 مليون بطاقة تموين اللي هيتحول لها من 100 إلى 300 جنيه شهريا بحسب عدد الأسر اللي على البطاقة. يعني باستمرار هنبقى متفاعلين مع برامج الحماية الاجتماعية.